دعوة مجلس الأمن الدولي الأخيرة للنظام اليمني بوقف العنف والانتقال السلمي للسلطة ظلت حبيسة جدرانه، فالنظام ماض في مواجهة الثورة السلمية بمزيد من العنف. قوات موالية للرئيس اليمني قصفت محطة وقود في أرحب شمال العاصمة وعددا من منازل المدنيين وفق مصادر قبلية، والحصيلة قتلى بينهم أطفال. ولم يكد ينقشع دخان القصف في أرحب حتى شهدت بعض أحياء العاصمة صنعاء تجددا للاشتباكات بين القوات الموالية لصالح وتلك التابعة للواء علي محسن الأحمر المنشق عن الجيش. لكن ذلك لم يمنع سكان صنعاء من الخروج إلى شوارعها لاستكمال مسيرة الحسم الثوري كما يقولون. تظاهرات جديدة طالبوا فيها بالإفراج الفوري عن المعتقلين والمخطوفين من قبل نظام صالح ودعوا إلى محاكمته. هم حذروا أيضا من استمرار عمليات خطف وقتل شباب الثورة. لن يكون هناك أحد في مأمر من المحاسبة، ولن تكون هناك حصانة لأحد، لا لجندي ولا لضابط ولا حتى لرئيس ممن يمارسون الاعتقال والتعذيب بحق الشباب. وفي دمار ومحافظة الضالع جنوب اليمن خرجت مسيرات شارك فيها عشرات الآلاف هتفوا بالمطالب ذاتها وتعهدوا بمحاكمة صالح وعدم السماح بإفلاته وأبنائه من المحاكمة. وأمام ميناء الحديدة تجمع آخر استنكر ما وصفه هؤلاء تواطؤ إدارة الميناء في عملية تهريب الأسلحة لاستخدامها ضد الشعب وتعهدوا بملاحقتهم قضائيا. حراك الميدان قابله تطور سياسي بعد تأكيد نائب وزير الإعلام اليمني عبد الجند اتجاه حزب المؤتمر الشعبي الحاكم لإعلان نائب رئيس الجمهورية عبد رب منصور هادي مرشحه لرئاسة الجمهورية. إعلان يأتي بعد رفض المعارضة اليمنية مهلة الأيام الثلاثة التي حددها صالح لأحزاب اللقاء المشترك للدخول في حوار مع الحزب الحاكم. هي عبرت عن موقفها بوضوح، صالح ما زال يتهرب من توقيع المبادرة الخليجية، وبالتالي لم يعد له حضور أو وجود سياسي، وليس أمام اليمنيين خيار إلا تصعيد الثورة.